عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبول اجتماعا لمتابعه عدد من ملفات العمل وما تم انجازه في قطاع الشباب والرياضه خلال الفتره الماضيه والرؤيه المستقبليه لهذا القطاع. هذا وقد تم استعراض عدد من الانجازات من بينها اجمالي عدد المنشات الشبابيه والرياضيه الذي وصل خلال الفتره من 2018 الى 2024 الى 11.500 58 منشأه ارتفاعا من 6000 منشأه فيما قبل عام 2018 وبلغت تكلفه التطوير والانشاء خلال تلك الفتره ما يقرب من 30 مليار جنيه بالاضافه الى مشروع تطوير المعسكرات الشبابيه والرياضيه ومشاريع اكتشاف المواهب الرياضيه.